احنا بداية هنحمر الفراخ، مش محتاجين حاجة خالص غير كيس الفراخ او وجبة الفراخ من حلواني اخوان، اللي هي وجبة الفراخ الكرانشي. مش محتاجة اي حاجة غير ووك على النار في زيت سخن علشان ابتدي احمرها، وبعدين نشوف هنعمل ايه مع بعض في السلطات والحاجات دي. على بال ما احمر الفراخ تكون كمان السلطات جهزت، وبكده اكون قدمت للولاد وجبة زي اللي بياكلوها في المطاعم اللي احنا مش عايزين انهم يجيبوا منها في البيت وبكل سهولة جدا جدا. فتعالوا بينا بقى هنجيب الاول المقص كده علشان نفتح مع بعض كيس الفراخ الكرانشي من حلواني. دي وجبة متكاملة، فرخة بحالها متقطعة وجاهزة على التحمير، الكفر بتاعها بيبقى حلو قوي، طعمه لذيذ جدا وماسك ما بيفكش منها، وبجد الريحة بتبقى بتاخد كده العقل. تعالوا بينا بقى، النار شغالة على الزيت والزيت سخن والنار متوسطة، تمام، لان انا بنخرجها من الفريزر على طول بنبتدي ان احنا نحمرها، فمحتاجين ان النار بتكون متوسطه ما تكونش عاليه قوي. يلا بينا، بسم الله الرحمن الرحيم، بس اهم حاجه يكون الزيت سخن. بسم الله، حطينا الفرخة في الووك علشان تتحمر. الزيت زي ما انتم شايفين كده غامرها، وانا مخليها النار متوسطة علشان تستوي بقى براحتها وتاخد اللون الذهبي اللذيذ وقرمشتها الحلوة قوي. تعالوا بقى في التوقيت ده نعمل مع بعض شوية تومية في منتهى الجمال. هنعمل النهاردة تومية عادية والتومية الحارة، تعالوا نشوف هنعملهم ازاي. عندنا ايه بقى؟ عندي 5 فصوص من التوم، تمام؟ التوم يكون صحيح، نص كوباية مية، عندنا 3 معالق كبار من المايونيز، و3 معالق كبار زبادي، نص كوباية زيت، 2 معالق كبار من النشا، 2 معالق كبار من الخل، ومعلقة كبيرة من السكر وملح. دي كده مقادير التومية العادية. طيب لو عايزة بقى التومية دي تكون حارة هنحط لها 1/4 كوباية من الهوت صوص. بس كده، فتعالوا بينا يلا نعملها مع بعض. بسم الله، هبتدي كده في حلة هحط النشا، كمية النشا بتاعتي انا هنا بس ايه مضاعفة المقدار، ونحط عليها المية، مية باردة من الحنفية. بسم الله الرحمن الرحيم، تمام جدا. هبتدي ارفع النشا على النار، طبعا بعد ما اقلبه وادوبه في الميه كويس قوي، يبقى كده الميه والنشا بس، هقلبهم على البارد وارفعهم على النار علشان يبداوا ايه ان هم يستوي، النشا تستوي معانا كده ويبقى فيه قوام تقيل. بس واحنا حاطينهم على النار تعالوا بينا نزود فصوص الثوم. ليه بقى؟ علشان عايزه فصوص الثوم الى حد ما الطعم اللاذع بتاعها يقل شويه، ما احطهاش نيه تماما، يبقى هتاخد كده غلوه مع النشا والميه، فبالتالي هتفقد شويه من الطعم اللاذع القوي بتاع الثوم الني. ممكن كمان ان احنا ناخد كل فص كده نصين، تمام اهو بالشكل ده، كل فص كده نصين ونحطه علشان ايه ناخد طعم التوم وفي نفس الوقت ما يبقاش لاذع قوي وطعمه ني جدا، فيبقى ريحته وطعمه فيهم كده لذعه مش مستساغه يعني. يبقى كده لكل فص هبتدي ان انا اقسمه نصين واحطه بالشكل ده. زي ما قلت لكم انا مضاعفه الكميه، هي المقدار اللي احنا قايلينه عليهم 5 فصوص من التوم بس، والثوم يكون حجمه متوسط مش كبير. خلصنا خلاص، نستمر في التقليب لغاية ما الخليط يغلي والنشا تمسك وتتقل، بقلبها كتير، هو الزيت غامرها أصلا
فمش محتاجين يعني التقليب. بصوا الجمال تحفه، كفر بقى ماسك لا بينطر ولا اي حاجه، وهتطلع معاكي مستويه 100%. الريحه بقى مش قادره اقول لكم هي جميله قد ايه، ما شاء الله اللهم بارك. شايفين؟ بصوا الجمال، فرخه كامله متكامله، يعني اللي بيحب الصدر هيلاقيه، واللي بيحب الورك هيلاقيه، والجناح، كل حاجه موجوده في الكيس بتاع الوجبه الكامله من حلواني اخوان. هنسيب بقى الفرخه تحمر، واحنا شغالين هنا بنعمل التوميه. وبدات التوميه ها تسخن، ولما هتسخن وتبتدي تغلي هتلاقيها بدات تتماسك وتعمل معاكي ايه، قوام كده تقيل زي قوام المهلبيه، وده اللي احنا عايزينه. فنقلب كده مع بعض عشان ما تكتلش، ومقادير التوميه الطلب التاني، فيلا بينا ننزل بيها. عايزه اقول لكم ان دي احسن توميه بجد، طعما وشكلا وموضوعا ممكن تعمليها، يعني دي التوميه على اصولها بجد، بتطلع خطيره ونتيجتها مميزه جدا زي بتاعه المطاعم واحلى. يلا المقادير معانا على الهوا. انا هنا شغاله تقليب بقى، ومعانا التوم، يعني هنا ميه والنشا والتوم، علشان التوم يعني يقل شويه من طعم اللزع بتاعه. بدا القوام يتقل، بصوا بدا القوام يتقل، واللون الابيض ده هيتحول من اللون الابيض للون الشفاف، ده دليل ان النشا خلاص استوى. تمام اهو، بصوا شايفين القوام بتاعها كمان هيبقى اتقل من المهلبيه شويه، وده اللي احنا عايزينه. بصوا شايفين، بصوا كمان اللون بدأ يعني يتحول من اللون الأبيض اللي هو لون اللبن للون الشفاف. بصوا احنا كده تمام جدا. ايه رأيكم بقى نرفعها من على النار؟ تمام، علشان نسيبها تبرد شوية قبل ما نبتدي نشوف هنعمل في الخليط ده ايه. ده الخليط ده الأساسي معانا، هنشوف بقى هنعمل فيه ايه بعد ما يبرد شوية. الفرخه بتاعتنا على النار بتحمر لغايه ما تاخد اللون الذهبي، وزي ما قلت لك بنحمرها في زيت غزير سخن، لازم الزيت يكون سخن بس النار متوسطه، علشان احنا بنطلع كيس الفراخ بتاع حلواني من الفريزر وننزله ساقع زي ما هو في الزيت، فالزيت لازم يكون سخن كويس والنار متوسطه، علشان يبدا ان الفراخ تاخد الحراره وتستوي معانا، وما تقلقيش خالص الكفر ما بيفكش، وزي ما بتحطيها زي ما بتشيليها واحلى. هبتدي كده اوريكم شكلها، بصوا اللون وجماله، شايفين تحفه. الفراخ بتاعتنا اللذيذه على النار بتتحمر وتاخد وقتها المظبوط علشان تطلع معاكي تحفه جدا جدا. كمان كنا بنعمل التوميه، وكنا عملنا الاساس بتاعها اللي هو معلقتين نشا على نص كوبايه ميه، 5 فصوص توم قطعناهم بالنص وحطيناهم كلهم على النار، قلبناهم كويس جدا لغايه ما اخدنا القوام اللي هو التقيل ده زي ما انتم شايفين كده. حاولت ابرد على قد ما اقدر، احنا في البيت بقى نسيبهم يبردوا تماما علشان نعرف بقى ايه نشتغل. بعد كده بعد ما بيبردوا ببتدي احطهم في الكب او الخلاط. بسم الله الرحمن الرحيم. كده تمام جدا. احط ايه معاه؟ احط المايونيز. بسم الله. احط الزبادي. احط معلقه كده من السكر او العسل عشان تظبط معانا الطعم. الخل طبعا، وما ننساش بقى الملح. دي كده ملح حلو قوي. دلوقتي يلا بينا نخلط المكونات دي مع بعض كويس. وانا بخلط هبتدي ارفع الجزء ده علشان افتح الفتحه اللي هنا وانزل منها الزيت سرسوب رفيع، والخلاط او الكبه شغالين. تعالوا بينا الاول نشغل كده. بسم الله. نسينا نحط الفيشة. بسم
نريحه شويه. نرجع هنا للفراخ بتاعتنا اللي بدات خلاص تحمر وتاخد لون لطيف جدا. ابتدي اخرجها كده، شايفين لونها قد ايه جميل، الكفر بتاعها ثابت عليها. حلو قوي. تحفة، اللون تحفة. من الحاجات المهمة كمان علشان تطلع معاكي تفضل معاكي مقرمشة، كده كده طالعة مقرمشة. طيب احافظ على قرمشتها ازاي؟ ان انا اخرجها كده زي ما انتم شايفين على شبكة او على مصفى في البيت، وطبعا يفضل ان انا ما احطش فوق بعض، يبقوا كده ايه متوزعين ومتفردين علشان ما يطروش بعض. تمام، تفضل كده كل قطعة مقرمشة من بره ومستوية ولذيذة من جوه. اخر قطعه محتاجه بس سنه من الناحيه دي. هرجع تاني اشغل تاني على التوميه واخليها تكمل كده ازاي هتبقى ناعمه جدا جدا. فنكمل كده. بينا نشوف مع بعض كده القوام بتاع التوميه الاخضر. عايزه اجيب بقى ايه بوله لطيفه كده نحط فيها. ناخد دي بسم الله. باين معانا ولا في حاجه مداريه؟ انا عايزاها تبقى واضحه كده عشان تشوفوا قد ايه القوام. بصوا نازل عامل ازاي، شايفين قوام التوميه؟ الريحه بقى يا جماعه بجد وهميه، يعني لو ايه لو شبعانين ومش عايزين ناكل ريحتها بس لوحدها كده تحفه. اه خطيره بجد. نعمل واحده كمان، يلا بينا. ممكن يعني شايفين القوام قد ايه تحفه. بصوا هايل. بقى التوميه دي بقى تعالوا بينا نحولها لتوميه حاره، وعشان تتحول معايا لتوميه حاره هرجعها تاني، ارجع الكبه كده تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. ونضيف اهو الهوت صوص. تمام، هي دي الاضافه اللي هنضيفها علشان نخلي التوميه تبقى معانا حاره مشطشطه كده، بتبقى لذيذه قوي. حاسه ان انا مركباه غلط وهنعيد تاني تركيبه. صح كده، يلا بينا. فين الغطا؟ مش عايزين اكتر من كده، خلصنا خلاص. عملنا كده التوميه الحاره والتوميه العاديه بكل سهوله وبجد نتيجه مضمونه. ناخد بقى عايزاها مشطشطه اكتر
مفيش مشكلة، زودي بقى هوت صوص زي ما انت عايزة. عفوا، شايفين الجمال؟ شايفين القوام؟ اهو معمولة قدامنا من الالف للياء، طلعة خطيرة وريحتها بجد بجد تجنن. بس كده، ايه دي التومية العادية والتومية الحرة، وزي ما قلت لك تقدري تتحكمي في التوميه نسبه حرارتها او نسبه السبايسي اللي فيها بانك بتكتري او بتقللي الهوت صوص اللي احنا حطيناه. ولا احلى من كده، انا هخليهم هنا دلوقتي.